دول تغزو أسواق العالم كاليابان وألمانيا بمنتجاتها، تستخدم كلمات اللغات الأجنبية على صادراتها، لكنها لا تستعمل سوى لغتها الأصلية في كل نواحي الحياة العامة داخل حدودها. في ذات الوقت تتصارع اللغة العربية مع أبنائها للصمود أمام الحداثة التي يدعونها، وتتشابك مفرداتها الأجنبية وتجاهلهم لأبلغ لغة في العالم. فما هو السر الذي يدفع شباننا هذه الأيام للبحث عن لغة بديلة للغتهم الأم؟ عند إدخال بعض الكلمات الأجنبية قصراً على الكلام العربي، فهذا ينتج لغة هجينة يمكن أن نسميها العربيزي، التي يعدها شباب اليوم أكثر رقياً وتحضراً وثقافة من العربية الفصحى. ظاهرة ليست بجديدة، لكن مع تسارع التقدم التقني ودخول وسائل التواصل الاجتماعي إلى الساحة، صرنا أكثر انفتاحاً مع المجتمعات الأخرى، فذابت الحدود والحواجز اللغوية لتتشكل لغة مشوهة تجذب الشبان إليها وتبعدهم كل البعد عن جذورهم بدعوى مواكبة تغيرات عصرنا هذا. الطريف أن استخدام الفصحى صار مستغرباً ويعد أسلوباً قديم الطراز، قد تدعوه فئات بالتفلسف وقد تسخر منه فئات أخرى. على الرغم من ذلك لا يعني أننا ننكر أهمية تعلم لغات أخرى، لكن كل ما في الأمر أن هذا التعلم لا يعني انسلاخنا عن أصلنا، وأن طريقة كلامنا لا علاقة لها بالعصرية والحداثة. وبدلاً من التقليد الأعمى لألسن الغربيين ولكناتهم، لما لا تحاول أن تقلدهم في حفاظهم على ثقافاتهم ولغاتهم الأم؟